جوارديولا غير شكل الكوره اصلا في العالم. يعني النهارده جوارديولا بيعمل حاجه جديده كمان في الكوره. هو المفروض بادئ ب 4 2 3 1 ده الشكل الاقرب، ولكن بتلاقي ستونز بيزيد جنب جوندوجان وجنب دي بروينا وراهم رودري، وتلاقي انه دياش موجود في القلب وعلى مين ووكر وعلى شماله اكانجي، فتلاقي الشكل مختلف خالص. تلاقي الكوره مع لعيبه مانشستر سيتي بتلاقي خمسه موجودين على 18، بتلاقي الجون الاول بتاع برناردو سيلفا حرفيا هو جون بتاع 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 رودري وبتاع ستونز وبتاع دي بروينا. الثلاثه اتحركوا حلو قوي، دوروا الكوره بشكل مثلثات وتحركوا لغايه ما على الجون ده يحيى فتح بقي. ايوه اللعيبه يا جماعه لا ما دي مش كوره دي يا جماعه، لا ما ازاي اصلا كوره متحركه مش هجمه مرتده مش كوره ثابته ففيها لخبطه، وفي واحد في منطقه الجزاء بتخلق المساحه اصبح لوحده في كل هذه المساحه بتخلقها بالظبط، انت بتخترع بالظبط. وكل اللي جواه بتاع مانشستر سيتي بالشكل ده. واللي عجبني كمان في جوارديولا النهارده ان هو اتعلم من السنين اللي فاتت بتاع دوري الابطال، كده كده في الدوري كان في اكتساح من ايام ما كان موجود في برشلونه، من صح. بعد كده لما جه بايرن ميونخ وبعد كده مع مانشستر سيتي، اي حد بيخش في منافسه على لونج تيرم مع جوارديولا بيخسرها. صح. ليه؟ لان النقط اللي بيجمعها جوارديولا في الدوري بتوصل ل 99 و95 و94 يعني نقطه. ليفر السنه اللي فاتت مش عارف كان جايب 95 وخسر الدوري بالظبط، دوريين فرق نقطه وجايب حاجه 90 ودوري يعني اللي جايب منه بالعافيه كام جاب 99 ليفربول السنه اللي فاتت، انا ليه اجيب 99 نقطه واخسر دوري بجد والله ده ظلم وقهر يعني فاهم؟ مصيبه. انت عايز طول الموسم تبقى مركز كويس قوي. اي ماتش هتقعد تعرف ان جوارديولا خلاص هيخلص على الموضوع. النهارده ارسنال راكب الدوري، خلص الدوري في 3 4 جولات ارسنال وقع هو راكب الدوري. دوري الابطال السنين اللي فاتت اتعلم بقى من اللي حصل. صح، بس قالوا لي السنه اللي فاتت ليفربول كانت 92 ومانشستر سيتي 93. هو اللي من 3 سنين هو اللي كان 97 و98 اللي قبله. اللي قبله صح بالظبط. صح. وموسم 92 93 وفي برضه موسم في برشلونه كان حاجه 90 برضه مع ريال مدريد. دوري الابطال السنين اللي فاتت خرج من موناكو، خرج من توتنهام ماتش 4 3، خرج من ريال مدريد ماتش الريموتادا اللي عملها ريال مدريد، خرج في ماتشات سهله جدا على جوارديولا انه يعدي واليوم كمان. بس كان دايما جوارديولا بيفتي، بيجي في الوقت ده الاوفر كوتشنج دي. بالظبط. الدماغ الايه الفزه دي بتعلى قوي فالدنيا بتبوظ منه. صح. امبارح قال ايه؟ ما تقلقوش انا مش هفتي، انا ذاكرت كويس ومش هغير حاجه في شكل الفرقه عشان الجماهير بتقلق في الاوقات دي من جوارديولا. فانا شايف ان جوارديولا اكتزح انشيلوتي، واظن دي نهايه الحقبه بتاعه ريال مدريد وخاصه مودريتش وكروس وبنزيما الثلاثه. اظن انه خلاص يعني على ريال مدريد النهارده انه يشوف بدايل ليهم، لانه خلاص الكيرف هيبدا ينزل خلال السنوات الجايه. والله احنا السنه اللي فاتت قلنا كده انه الكيرف هيقع، راح مودريتش وكروس كسروا الدنيا. بس بان النهارده بنزيما كان افضل لاعب في العالم. بس بان النهارده الفرق طبعا طبعا. شفت مودريتش وكروس النهارده مش موجودين، مش قادرين يشيلوا الفرقه. كروس بيحاول يطلع بالكوره ومودريتش بيحاول يطلع بالكوره مش عارفين. بس خد بالك الفرق ده برده ما بانش غير قدام مانشستر سيتي. ما انا برده لو جبت لعيبه عيال عندها 18 و19 سنه بيلعبوا قدام مانشستر سيتي هيبهدلوهم برده. يعني برده علشان ما اظلمش يعني ما احسش انه كان في خطا من ريال مدريد انه ابقى على توني كروس ومودريتش، عشان دول اللعيبه اللي كسبوا ريال مدريد طول الفتره اللي فاتت دي واللي وصلوه للمرحله الصعبه دي، اللي كسبوه البطوله اللي فاتت. البطوله اللي فاتت لو تفتكر هم اللي كسبوه. بتتكلم ريال مدريد كان بيلعب بقى مش وحوش بدنيه، باريس سان جيرمان، تشيلسي في افضل احواله، مانشستر سيتي، وفي الاخر ليفربول. يعني عدى من مراحل صعبه جدا وكانوا زي الفل يعني. صحيح. بس النهارده كان ممكن تبقى نتيجه اكبر من 4 بكتير قوي لولا كورتوا. لوسط الله. طبعا طبعا. نلحق يعني الحمد لله ستر الله يعني ربنا عالم بحالنا يعني. وكورتوا طبعا عظيم بقى اكيد يعني.